السلام عليكم. اليوم خرجة في قصر فيستن كونيكشتاين، سميتو هكا. هاتم الطريق هكا من هنا، صراحة زوين. بقاو معايا وندخلو نوريكم كيداير من الداخل الا كان مسموح، يعني الا كان مسموح بالكاميرا غادي نديرها ضروري. نوريكم دابا على برا. هاد القصر كيتواجد في ألمانيا. غادي نطلع الفوق ونطب كما كثر داك الزين، ولكن ما لقيتش لي فيه المين. هانتوما هيا، شوف شحال زوين. هنا هي الغابة، خوتي مرحبا بكم في القناة ديالي. اللي أول مرة كيشوف القناة ديالي عمل لي اشتراك فضلا وليس أمرا، وتفعيل الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا، وبقاو معايا. مهم غادي نختصر باش ما نطولش، مداش فيديو قصير. هانتوما هي على برا. صراحة هاد المدينة فيها ميتشاف. هانتوما هي التوريس، لقينا بزاف كيطلعو علينا الغابة. هانتوما الغابة. المهم انا كنوريكم على برا. هنايا الغابة، وكاين هنا معرفت شواد ولا شي حاجة. المهم انا غادي نشوف. الطريق كما كتشوفوا طريق الغابة، بقى ما دخلتش الداخل. مهم انا بقى كنوريكم على البر ديالو. خوتي انا بقى غير كنوريكم من الخارج
ديال القصر. المهم غندير لكم هذا الجزء الاول وغادي ندير الجزء الثاني باش ما نطولش الصراحه. مرحبا بكم في القناه وكنشكركم بزاف على التفاعل ديالكم. شوف هيا انت كتشوفوا التوريس بزاف. انا هاد المنطقة راه سياحية. شوف شي بالك واحد الواد راه لتحت من الغابة أصلا. داكشي زوين الدنيا خضرة. هانتوما واحد الجبل راه هو شحال زوين واحد المنظر الصراحة. هاد المنطقة غزالة بزاف. هانتوما هيا راه كيبان ليكم. مازال ملي غنطلع الفوق في القصر ملي غندخل غنوريكم كلشي ان شاء الله. انا كنت هنا لتحت دابا غادي نجيت من هاد الطريق هنا الفوق. خوتي غادي ندير دابا الجزء الاول غنسد بقى معايا في الجزء الثاني. ما كنقدرش نكمل الطريق مازال. هانتوما راه مازال هذا نطلق حتى الفوق.